اهلا وسهلا فيكم، معكم مهدي باقر. اليوم بنجرب الـ EOS R من كانون. خلونا نشوف الكاميرا تسوى ولا ما تسوى. للحين تسوى الكاميرا، بس ما بيجربها بالكويت، بجربها بأمستردام. بس قبل ما أروح أمستردام بقول لكم الشغلات اللي أحبها بالكاميرا من مواصفاتها اللي سمعتها. أولاً الفليب أوت سكرين فليب أوت سكرين اللي قاعد أشوف منها نفسي، هذا شيء وايد حلو حق الفلوجرز، إن تشوف نفسك وأنت قاعد تصور. أغلبية باقي الكاميرات إذا تفتح لي فوق راح تكون أول شغلة حبيتها بالإيوس آر إن الشاشة تقدر تفتحها وتلفها مثل ما أنت تبي، والشاشة تتش، تقدر تصور منها، تقدر تأخذ فوكس منها، تقدر تغير الإعدادات منها. هذه شغلة أولى. الشغلة الثانية الآر إف مونت، العدسات اللي هي آر إف فيها شغلة وايد حلوة، فيها رنج الفوكس، رنج الزوم، والرنج الثالث ممكن تغير من الابرتشر، الايزو، او مثلا الشتر. انا مختار الحين الايزو. فالحين لو فرضنا ان ابي اغير الايزو، كل اللي علي اني اسويه اني احط ايدي على العدسة واغير الايزو. كم كان الايزو توا؟ هذا الفيديو ما راح يكون مواصفات 4K و1080 وتمبت والأمور هذه كلها، راح يكون مجرد رأيي بالكاميرا، هل حبيتها ولا ما حبيتها، بس لا أكثر ولا أقل. زين، والحين لازم أرجع البيت ألم أغراضي وأروح المطار عشان أروح أمستردام. والحين خلونا نروح أمستردام نشوف الإيوس آر تسوى نشتريها ولا لا. هذه الكاميرا أنا وايد متحمس إني أستعملها، لأن أنا وايد أحب الكانون حق الفوتو خصوصاً، بس البرفورمانس اللي شفتها فيها بالفيديو وايد حلو، فأبي أجربها بأمستردام نشوف هل فعلاً وايد قوية. ترى للحين كل شيء متصور بالإيوس آر، للحين ألوان الكاميرا، السكين تونز، عجبتكم ولا لا؟ وصلت أمستردام وبرد، ما أدري شلون بستحمل الأربعة أيام هذه. اليومين اللي طافوا كان وايد برد وكانت قاعدة تمطر طول الوقت، كان في عاصفة، فما قدرت إني أطلع أصور بالكاميرا، بس اليوم بطلع أحلل الكاميرا. اليوم آخر يوم بي بأمستردام، باكر أرجع، فإذا ما حللت الكاميرا اليوم راح أحللها باكر. برد. وي طول الوقت ان فوكس ولا مو ان فوكس، هذه شغله لازم نعرفها بالإيوس آر، ان الفوكس فيها وايد حلو، وايد جبار، وايد سريع، وايد ريسبونسيف، وايد راح يعطينا على وجهي فوكس، ان شاء الله ما اندقر ويكون الفوكس مو على وجهي. أحب الترين سيستم عندهم، نظيف مرتب، تقدر تروح كل مكان بالترين أو ترام أو مترو، وأرخص، يعني يطلع لك تقريبا 8 يورو تحوس يوم كامل وين ما تبي تروح عادي. إذا تحسبها على أوبر يطلع وياك 30-40 يورو بالطلعة الواحدة، وايد أوفر. Overstappen op tram 13. وعلى ذلك تنتهي رحلة
حلقتنا في أمستردام. نلقاكم في الكويت. شكرا، عفوا، مع السلامة. فيديو صورتهم بعد ما رحت أمستردام ورديت، فالحين نمثل أن أنا رديت من أمستردام. الأشياء اللي خلتني أحب الـEOS R، أولاً الـR F Mount اللي هو أقدر أغير منه الـISO أو الشتر أو الـApperture، أنا اخترت الـISO. حبيت الكستم بريسيتس، أن أنا ضغطة زر واحدة أقدر أغير من 25 فريم إلى 50 فريم إلى 100 فريم، فهذه الشغلة وايد سهلت علي. أنا دائماً أحب سهولة استخدام الكانون من أول ما بلشت أصور لليوم وأنا أستخدم كانون. بس بالسنتين ثلاث سنين اللي طافوا الكانون كانت وايد ضعيفة بالفيديو، بس هالمرة حسيت ان كانون لا أدت أداء جدا ممتاز، بلس ان هي الحين قاعد تصور لي تنبت، التنبت ألوان وايد أحسن من السوني يعني بالنسبة لي. فهل راح تخليني أستغني عن A7 Mark III؟ ممكن. وبنهاية الحلقة حاب أقول لكم شكرا على متابعتكم، وشكرا AAB WORLD على أنكم عطيتوني الـEOS R عشان أجربها وأعطيكم رأيي فيها. مع السلامة.